للتلاقي والبحث في قضايا التنمية الصناعية وربطها بالاستثمار وجاذبيته على أساس الخروج بأفضل النتائج والخلاصات العملية. ومن هنا وجدت العديد من الحكومات العالمة متضررة أن الخيار الأمثل لاحتواء الأزمات المتفاقمة هو تبني سياسات استثمارية كثيرة لإعادة ترتيب الأوراق. وبالتالي تطوير العجلة الاقتصادية ووضع مخططات وبرامج استراتيجية تضمنها جد الاستثمار على نطاق واسع وتنمية الصادرات وهو الخيار الذي راهن ويراهن عليه المغرب بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما رأيتم وكما وعدناكم بأن هذا الملتقى سيكون ملتقى عربي بامتياز حول المناطق الصناعية وكيفية جذب الاستثمارات إلى الدول العربية، ونحن تحت الرعاية السامية دي صاحب الجلالة، وهذا عطف كبير من صاحب الجلالة اللي أنعم علينا بهذه الرعاية لهذا الملتقى الهام والذي يأمل جميع المغاربة وجميع الدول العربية بأن يكون للعرب قوة اقتصادية وصناعية كبيرة. ونحن إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا رب سنعمل بكل ما أوتينا من قوة حتى نجم أن نكون متكاملين في الميدان الصناعي. كذلك كما تعرفون المنصة الصناعية بجهة طنجة تطوان هي منصة رائدة عالميا ومتوفر جميع الإمكانيات من أجل جلب الاستثمار. نطالب جميع المستثمرين بأن يزورونا ويستثمروا في جهتنا لأن هذا مهم جدا جدا جدا. ولا دفع عليكم أنه في إطار استراتيجية الشاملة الرامية لتعزيز الفتح الاقتصادي وإنعاش الاستثمار، عملت بلادنا على إنشاء إطار قانوني مناسب لتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها عن طريق إدعام عدد من اتفاقيات التبادل الحر الثنائية ومتبادلة الأرباح، وعلى الاستقرار التنافسية في القطاعات الصناعية وتنمية التجمعات الصناعية عبر خلق مناطق وأقطار تتوفر على كل المقومات والمتطلبات الاستثمار من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وتعزيز تنافسية السلسلة اللوجستية من خلال إعداد مدن ومناطق صناعية أخرى وتوسيع شبكة الطرق والطرق السيارة واللوجستيكا التحليلية والموانئ والمطارات وغيرها من المشاريع المؤكدة لتسهيل حركية السلع والمنتجات المجهرة في التصدير. أولا سعيد جدا بتواجدي في الملتقى الثالث الصناعي. طبعا مجموعة إيزيد الدولية لها استثمارات عدة في 6 دول ومن ضمنها طبعا استثمارات في المملكة المغربية، وبتشجيع ودعم من جلالة الملك محمد السادس وكثير من الفرص التي نشاهدها اليوم في المغرب تواجدنا في كثير من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية ولدينا استثمارات مباشرة في عروس الشمال. حقيقة هذا الملتقى يعني يجمع كثير من أصحاب القرار وأصحاب الشركات والمصانع الكبيرة التي بدورها تشكل يعني خارطة الطريق للمستقبل الاقتصاد الصناعي بإذن الله تعالى في جهة طنجة الحسيمة تطوان. لقد قاموا بوضع استراتيجية متكاملة لتوفير بنية تحتية صناعية تستبشر بحاجية المستثمرين الصناعيين وتمكنهم من توطين مشاريعهم الاستثمارية بشكل أجزل عبر فتح من جاذبيتها وتنافسيتها وتسهيل ولوج المستثمرين لها، كما تعمل على المساهمة في تخليص الفوضى المالية عبر ضمان توزيع عادل وعقلاني لمشاريع البنية التحتية الصناعية على جميع مناطق البلاد حسب المؤهلات وخصوصيات كل جهة. وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات وذلك للرفع من جودة المناطق الصناعية وتكميلها
من بينها العمل على وضع إطار قانوني خاص بها لمواجهة التحديات التي تحد من فعاليتها، بالإضافة إلى العمل على إعادة تأهيل المناطق الصناعية عبر تعزيز هذا الملتقى الثالث لتنمية المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية في ظل يعني التحولات الاقتصادية والتحولات العالمية التي يشهدها العالم، سواء من بعد جائحة كورونا، سواء من بعد مجموعة من العوامل كالحرب الأوكرانية، ك يعني التموقعات ديال بعض البلدان على المستوى العالمي، وكذلك بعد الخطاب ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله في افتتاح الدورة ديال البرلمان فيما يخص الاستثمار وفيما يخص يعني التموقع المغربي في ظل هذه التحولات وهذه التغييرات. كجامعة غرف وكغرف ديال التجارة والصناعة والخدمات كانت مشاركة ديالنا يعني في التسويق والترويج لهذا المؤتمر هذا، كذلك في جذب يعني رؤوس المال، اصحاب المال والاعمال، المستثمرين، رجال اقتصاد، يعني رجال اعمال في خضم يعني الترويج والتسويق لهذه المناطق ديال الانشطه الاقتصاديه. كما كتعرفوا يعني كل جهه كتوفر على مناطق ديال مناطق صناعيه، ولكن هناك اشكاليات اللي غادي ندرسوها في الورشات. كهناك مناطق صناعيه اللي يعني ما كاينش عليها الطلب، خصنا نحاولوا يعني اعاده يعني البرمجه ديالها واعاده التسويق ديالها في إضل يعني العدالة المجالية.